طبيب ياسف محمد مقيم في جراحة العظام والمفاصل على مستوى مستشفى سليم زميرلي بالحرش. نتحدث على سرطان العظام اللي هو سرطان خبيث ورم خبيث يصيب الأطفال المراهقين وحتى الشيوخ كبار السن. هذا المرض malheureusement il y a pas de dépistage en matière du cancer de l'os. ça veut dire ما نقدروش نكتشفوا ولا نديروا الفحص المبكر لسرطان العظام كما نديروا في مختلف السرطانات كما سرطان الثدي او سرطان عنق الرحم. ولكن توجد اعراض لما يشوفها المريض في نفسه لازم يروح يتجه عند الطبيب المعالج في اقرب وقت. على نذكر بعض الامثله: احمرار في موضع معين، الم متكرر على مستوى الركبه، على مستوى مفصل او على مستوى مفصل ما. يوجد كذلك لا فراكتور باثولوجيك وهي كسر على مستوى عضو او عظم معين من الجسم من دون ان تكون هنالك ان تروماتيزم فيولون ليؤدي الى ذلك الكسر. يوجد كذلك ان سيندروم مالان اللي هو اعياء شديد، تعب شديد من دون سبب معين. هذا السرطان كما قلت يصيب جميع الاعمار. نذكر على غرار لو ساركوم دي وينغ، لوستيو ساركوم اي لو كوندرو ساركوم. هذا المرض يتداوى بالجراحة في أغلب الأحيان، ونزيد معه لا شيميوثيرابي أو بيان لا راديوثيرابي قبل أو بعد العملية الجراحية على حسب السرطان اللي يكون مريض به المريض. هذا المرض نعالجه على مستوى مستشفى سليم زميرلي، نقوم بعملية جراحية متكررة من أجل المريض، وكما على بالنا الوقاية خير من العلاج. وبالتالي إذا رأيت في نفسك أنك عندك أعراض من بين الأعراض التي قمت بذكرها مسبقا، ما عليك إلا بالاتجاه إلى أقرب طبيب من أجل الفحص على هذه الأعراض والكشف المبكر للسرطان. فالسرطان لما يكون في مراحله المبكرة يكون أسهل من أجل التعافي ومن أجل التداوي. أما إذا كان في مرض متقدم، فاستئصال ذلك الورم راح يكون جد صعب على الطبيب. وشكرا.